أحيا عشرات الآلاف من الأمهات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما بات يعرف بيوم عبد الله الرضيع أصغر شهيد في كربلاء. المراسم أقيمت في أكثر من 1000 مدينة وقرية إيرانية، حيث تم استحضار مقتل طفل الإمام الحسين عبد الله بين يدي والده في صحراء الطف. الإمام الحسين خرج بأطفاله إلى كربلاء واستشهدوا هناك، ونحن هنا اليوم لإحياء ذكراهم. سنكمل طريق الجهاد ونأمل أن يكون أولادنا على خط الإمام الحسين عليه السلام. أطفال من كافة الأعمار على أكف أمهاتهن شاركوا في هذه المراسم الضخمة. مجالس العزاء والتقاليد العاشورائية كانت حاضرة. مجسم يمثل مهد طفل الإمام الحسين الشهيد جال بين الحضور لإعادة التذكير بالطفولة المذبوحة في كربلاء. الطفل الرضيع قتل مظلوما، وهو رمز الطفولة التي تقتل كل يوم بيد جبهة الباطل. هذه المراسم تقام تزامنا في 30 دولة حول العالم تحت مسمى اليوم العالمي للطفل الرضيع، وفيه تضامن مع أطفال المسلمين الذين تقتلهم أيادي الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان، وانتصار لهذه الدماء التي تسفك ظلما وعدوانا. بالأكفان الخضراء والعصبات الحمراء أحضرت الأمهات الزينبيات أطفالهن الرضع ليواسين الحسين بن علي عليهما السلام بمصابه بطفله علي الأصغر ابن الأشهر الستة الذي استشهد بسهم ظالم ذبحه من الوريد إلى الوريد في يوم الظمأ وهو في حجر أبيه. يعني نحن جينا نمثل أمام الحسين، نمثل رسولنا النبي محمد ومولاتنا اللي أنا بحمل اسمه وبنتي بتحمل اسمه سيدة فاطمة الزهراء. احنا اليوم جينا لحتى نقول انه للامام الحسين انه نحنا كلنا فداك، ونحنا اولادنا كلهم فداك يا امام الحسين.